بكرة بيوصل، بكرة بقول له الحمد لله على السلامة. ما بعرف إذا راح يقول لي شي، يعني زعلان مني، زعلان مني. شو بعده بيتذكرني؟ شو فكر فيي ونطرني؟ شو اشتاق لي وحنى لي بالغرب استفقد لي كتير وعبرني؟ شو 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 بعده بيتذكرني؟ كيف رح يفهمني ويقنع؟ كيف رح عالقليل يسمع؟ كيف بتأمل انه يصدقني يطول باله وما يتسرع؟ كيف 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 رح يفهمني ويقنع؟ انا بغياب وسنين بقيت ما بتحكى، بي وراي وانا عم عند او اتذاكى، ما في صفي بي او اتحمل زعله نق، وبي ضل يلح علي تقلت له معك حق. بس انا لا 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 ما بدي ما بدي اخد الا يلي بحبه، واللي بحبه ما كان حدي. ما بدي ما بدي انا مقهوره وما حدا عارف شو اللي عم يقهرني، بدي افهم شغله وحده، بعده بيتذكرني، بعده بيتذكرني. شو بعده بيتذكرني؟ شو فكر فيي ونطرني؟ شو اشتاق لي وحنى اللي بالغرب استفاد لي كتير وعبرني؟ شو 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 بعده بيتذكرني؟